السلام عليكم، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ مزيانين على خير؟ كنتمنى كل وحدتكم بالصحه والسلامه. كنغيب عليكم عاو كنبان. اي والله يخلي الصحه والعافيه، هذا ما كان انسان معبي مع الوقت. انتم عارفين يعني كيكون الترابي والشغل ومسؤوليات وهذا، ما كيبقاش الوقت للتصوير. صعيب باش توفق ما بين التصوير وما بين هذا. المهم عملي كتجي عندك فرطوطه خصني نصور، صافي انا كنصور معكم. عندي بغيت نشارك معكم واحد فين ديال العروسه. ملي كنت كنخرج الرشمه شاركت وصورت، قول هذه يمكن شي 15 يوم. نزلت الرشمه مسائل وخرجت الزواقه وشاركتها معكم، ونزل لكم فيديوهات. وهذا الدفين التحتيه، ماشي الدفين، هذه التحتيه ديال العروسه. باقي طبعا ما تحدد ما تفينا لا حتى شي حاجه. جس دير عمر، هذا الثوب تركوا مطروز بالذهبي كارتي، واللوين اللي كاين في الدفين جات طرزه عامره عامره عامره. شبالي دي تبارك الله تبارك الله ما شاء الله. شوف واسع مزلي واسعين. هاد القضيه هاديه، هاد كاين بزاف الناس يعني ملي كيكونوا كيجيبوا لي الثوب مفصل كيكون بالسرجي من تحت، ما كيسرجي وحشي تحت، ما كيسرجي وحشي هنايا وهنايا. المهم كيكون مزروبه وهذا، صافي ما كنديهش يتسرجا يتسرجا، نعملو له السرجي. المهم شبار لي اليد تبارك الله، والحاجه ملي كطول في يدك خصك فوقاش تحيدها. صافي جبرتوني بديت جهه اخرى. كميمة كنت حيطتهم كمايل. الدفين هو هذا طبعا، الحاجة ما كتبانش حتى كتوقف، وباقي هادشي كامل. هادي راه اللبسة ديال العروسة التطوانية، يعني كتكون تكشيطة وعامرة بالجوهر. دابا هاد الطرز باقي غيزيد يتنبت بالجوهر وغيزيد يبان. حتى هنايا هاد الدفين ديالها، هاد الدفين ديالها هو جا شي جويهرات لاصقين فيها، زولوها غيعدلو جوهر آخر، جوهر اخر. الكمايم عندي مسالين، دائما كنسبق الخدمه من الكمايم. دابا اذا كيكون القفطان ولا هذا كنسبق الخدمه من الكمايم باش كنتسانس مع الزواقه وكنعرف هذه فين غنبداها وهذه شنو غنعمل لها. قلت لكم فيها الذهبي كارتي واللون ديال الدفين، وفيها هاد الحرير اللون ديالو ذهبي. هاد الحرير اللون ديالو ذهبي مع الشعر القيلان بالضوء الله، ما كيبانش واضح. والرشمه خرجتها بك شايف طبعا، كنشبر القياس انا وريت لكم غير جوج طبعا، كنشبر القياس الاتساع ديال الدفين وكنعدل 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 شويه مرة شويه، كتكون نفس الزواقه وكتبقى الضوبله الضوبله. وخصك تحاول تعمر هيدا وهيدا باش تجي زواقه عامره، ما يجيش الخوا. صافي عدلت طبعا الكاغيط، ماشي ما يقدنيش يقاد الدفين كامل، عدلت غير النص. عاده اللي كنقول لكم انا بعدك ما كنهتمش بالرشامات. حيت دابا هادي غيكونو دفين، يعني ما غنعاودش نخيط، إذا غتجي شي حاجه اخرى ما تجينيش يعني نفس الزواقه. شحال هاد العريسه هيدا خيطلو، كيكون غير كاغيط واحد صافي كنعدلو كنعرف كيفاش نرسيه، يعني ما كنهتمش بالتعويطه ديالو داكشي. طبعا هنايا التحريفه وكنعوض المسائل باش كتجي الرشمه معوطه، هي ماشي حد هنا وهي كتزيد توسع ديك الرشيم اللي كترشمتو في اللوري ديال الكاغيط. يعني كاغيط واحد استغلت فيه هيدا وهيدا. صافي ولي هنا نقول لكم دائما ملي تكون عندكم خدمه عامره خدمه بزاف، شريو الحرير زايد باش ما توقعوش في الاغلاط اللي حنا فايتنا وقعنا فيها، ماشي ما وقعناش فيها، وقعنا حتى حنايا في الاغلاط اللي كتكون عندك شريتي بوبينه وحده باقي لك منها اخرى شي شويه ولا هذه، كنقول لك كتقول بلا ما نشري اخرى، لا هذه غتقدني حتى ديك الساعه كتضحك كتطوف على ديك الحرير
بعد مره ما كيتجبر شي ايوا هذا مكان. دابا غنقي لكم واحد التطبيق واحد شويه حيت هي ما كاينش شي تقنيات ولا هذا غير التعمور وهذا. طبعا غنزرب الفيديو جبرت عندي شي خطر غادي نعمل لكم مونتاج نشرح لكم ما كاينش الخطر غادي نصور لكم نعد لكم شي انشوده ولا شي حاجه. مهم مشاركه. انا شاركت معكم وشفتوا وديتوا الفكره كيفاش تقدر تعدل تحتيه الدفين ديال العروسه تحتيه التكشيطه ديالك يعني تحتيه الدفين هي التكشيطه دو بياس كيفاش تقدر تعمرها غير بزواقه وحده كتعمر هيدا وهيدا وكتطلعها وكتجي مزيونه. واي حاجه بالنسبه هيدا القفاطون التكشط انا كنحب فيهم يكون الجوهر. اما بالنسبه للجلابه ما كتعجبنيش الجلابه مصارشه بالجوهر الا واذا كانت الحضور. هذا مكان هنايا مثلا التحتيه اولا الدفين اولا بجوج بهم التحتيه والدفين يتطرزوا ويتنبتوا من الحضاور كيجي مزيونين بالجوهر. مهم خليكم معايا حتى الاخر غنزل لكم كيفاش كنت كنرشم ما نعرف واش غيجي هذا الفيديو طويل وغادي ننزل لكم واحد مقطع ديال التطبيق وفرجه ممتعه. هنا انا رسمه في الورقه كيفاش غادي نطرز الموديل اللي غادي نطرز به. غيجي صدر عامر وكيهبط وكيرقق وعاود كيوسع من تحت. هنايا الطرف مدفين اللي غادي نعدلو غادي نهز منه الرشمه غنشبر اي ميكا غادي نهز من الرشمه غنقيه فوق منه وغادي نهز الرشمه. ملي هزيت الرشمه في الميكا غنعدل الكاغيط ديال الرشم كاغيط عادي عاو غادي نقل الرشمه هنايا. اذا كان عندكم الكاغيط غليظ عملوا كربون وديك الميكا فوقي وتكي وتبعوا على الرشمه وغادي ترشم لكم من تحت. انا هنا بان لي الرشمه بانت لي غنهز الفكره ديال الرشمه اللي كاين فيها ديك الوريضات وديك العريقات. هيدا تقدروا تهزوا اي رشمه مشي طرف د التفين ولا شي رشمه كانت عندكم بغيتوا تزيدوا تكبروا فيها ولا تعدلوها بشي طريقه عجبتكم شي رشمه هزوا هيدا بالميكا كتجي مزيونه. صافي انا في الكاغد ديال الرشام عامله باترون ديال الكزده ديال العروسه وغادي ننزل ديك الرشمه وغادي نبدا نعمر الصدر. انا صدر عندي محدد اذا بان لكم باين واحد الخط خفيف يعني صدر التعميره القبه ديالو فين غادي نعدل حد النص. ودابا غنبدا نعمر ماشي فوتوكوبي داكشي اللي تما ديك المجموعه غنعدلها غنقدر نزيد النقاص. مهم غنعمر صدر بالرشمه اللي كاينه في الدفين. هنا كنعوض هيدا ونعوض هيدا. طبعا قبل ما تعدلوا اي حاجه كتخليو مسافه ديال السفيفه انا خليت 3 سنتيم كدوروها على العنق وعلى الهبطه وسنتيم سنتيم في الكتف وفي التحريفه. ها هو الدفين كنزلو وكنشوف كيفاش غادي يجي باش تجي باينه الرشمه باش ما يبقاش الخوات تما مع الصدر حيت هاد الدفين هيدا ملي كيكونوا مشنفين هما منهم فيهم خصك تحاول تخلي تكون الرشمه باينه لحيت في القدام ما كيكونش عندهم السفيفه كيبقى ديك التشناف ديالو. صافي نتوما شفتوا حددت حد النص يعني 40 43 سنتيم من الكتف للنص. وعاد البنات رشمت لكم كيفاش كنعدل كنحاول. دابا انا عندي غير الطرف ديال الدفين ديال العروسه وطبعا حتى غادي يعمر بالجوهر وهذا عاد غادي يزيد يبان لكم. انا شبرت القياس من هنا من هنا وطبعا حددت الوسط كنزل انا هيدا وغادي نشوف انا الزواقه كيفاش غنعدلها. هي الزواقه انتما كتشوفوا على حسب الدفين كاين غير الوردات وهذاك عيوشات هيدا طالعين. حاولت باش ملي يكون الدفين تبان الزواقه في هاد الخوه هذه اللي كيبان في هاد الخوه هنا يعني الرشمه اللي كاينه في الدفين هي اللي عدلت هنايا غير عمرت ومن هنايا هاد المسافه راه وسعه شي شويه ماشي مضيقه وصافي. انا غير كنوريكم نزيد لكم الافكار
بحال دابا كاين هاد المجموعة د هاد الوردات، نزل الشمس مجموعة د هاد الوردات، عدلتهم هنايا في الوسط، واخا زيد تعمرت هنايا، وهادوما طبعا أنا كنرشم بالنص، كتعدل هادي كتعمر، المهم عمر في أي فراغ، عدل شي حاجة اللي تكون بحال دابا هنايا عدلت الوردات ستيتوين، حيت هادوك مجموعين في الوسط، صافي كنتني الورقة في الوسط وكنعدل الطابع، ولا إذا كيبان لي كنرشم، صافي اليوم. شوفوا هاد القضيه اللي كنعدلها دابا ملي كنسالي واحد الجهه ملي كنكون كنخدمه انا كنخدم وصافي، بالحق ملي كتجي جهه اخرى ضروري خص يكون التطبيق الرشمه الخدمه ديالها مطابقه مع رشمه اخرى. شرتلت اللون هاد البلون كاسي، كنشوف الموطع اللي عندي فيه هاد البلون كاسي، كنعدل العلامات باش كتجيني سهله الخدمه، ما كنبقاش يدوبوا ساعه عيني غير كنشوف فاين فاين فاين، هيدا كتجيني سهله. حتى هاد القاعده تعلموها تساعدكم في الخدمه ديالكم. هادو في الاول ملي كنت كنرشمهم رشمتهم هيدا واسعين باش ديك الساعه حتى كعاد كيبان لي فين غنعدل وفين غنعدل. سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له، تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك منهوكا لتحمله. الذنب يثقل والعشق يحرق، فأين أمضي وحول الوزر والوله؟ يا ربي خذوا إلي الآن إن به شوقا يرتل في حزن. هنايا اي وحده بقات معايا في لا فيديو حتى لهنايا كنقول لك الله يجازيك بالخير، الله يعطيك صحتك، والله يوفقك في العمل ديالك، واللي هلي حشمنا يا رب العالمين، والله يسهل امورنا جميعا يا رب العالمين. وشكرا بزاف على المشاهده وعلى المتابعه. واللي كنقول لكم دائما حاولوا ما تخطوش الفيديو، خليوا فيديو كامل يتشاف، يقدر يكون شي حاجه اللي تفيدكم. وسمحوا لي هذا الفيديو جا طويل، طولت عليكم. بالحق كيعجبني اي حاجه نقولها، مهم طبعا اللي غادي تكون باغيه تستفد، باغيه تزيد تفهم تسمع تزيد تشجعني وتبقى معايا، الله يكثر خيركم، الله يجازيكم بالخير. هنايا انا قلت لكم هاد بلون كاسي اللي هاد الحرير اللي مايل لون ذهبي، حيت انا طرزه بالسقلي ذهبي كارتي. هنايا هاد الوردات كاين اللي فيهم هاد بلون كاسي طرزه ديالو من برا، وكاين اللي فيهم من داخل. مهم انا كنت كنشوف على حسب طريقه الخدمه اللي كاينه في الدفين. هيدا الخدمه هيدا باقا ما تفينات، ما كتعطيك شي نظره. بالحق هي ما كاينش شي تقنيه ولا شي حاجه، كاين غير التعمر وصافي. هادو ما كاينين شي وريضات هيدا ستيتوين مترشين، كاين اللي بهاد اللوين وكاين باللوين ديال تيركواز. نتوما عارفين الحاجه حتى كتسالى عاد كتبان ملي كتوقف كتشرك بالمعلم وكتنبت عاد كتعطي النظره. اما باقي غير الطرز باقي ما كيبانش شي حاجه واضحه. صافي هاد العريقات هادوما عدلتهم، انا قلت لكم الخدمه مش الاغلبيه على الطريقه د التدفين باش يجي فحال دو بياس فحال كيتشابهوا، كاين نفس الرشمه نفس الخدمه. وهادوما خدمت بزاف بهاد الطريقه هيدا، بزاف كيطلبوها لي العريسات بهاد الطريقه هيدا، كيجيبوا لي التدفين كاين كل دفين وكيفاش، ماشي كاين كل دفين وكيفاش الخدمه ديالو.
هادي هاد الوردات هادوما حتى الوردات كبارين كيجيو فحال مسننين. دابا ملي كنعمر كنضرب الضربه الاولانيه من الفوق كنزعزع يدي باش كيعطيو ديك السنينات فوق ديك الطرزه الاوليه. ما كنتش غنعدل لكم مونتاج يعني هيدا بالهضره ديالي حيت ما كاينش شي تقنيه ولا هادي. المهم حنا كنتهاودوا لحيت كلشي باين واضح كيفاش طريقه الخدمه. طبعا الخدمه فيها الصبر ضروري، الانسان خصو يصبر في الخدمه والخياطه خصك تجلس عليها. انا في الحقيقه ما كنجلسش بزاف على الخياطه، كيبقى لي الوقت العشيه هيداك الفوق. بالحق ما نكذبش عليكم كيعجبني نخيط هيدا التعمر، يعني الطرز هيدا الرباط التعمر، وكيعصبني هو ديك التشباك اللي مطكر عليا بزاف عند الخدمه، بزاف كيطلبوا مني التشباك طبعا بالكاويه. يعني كتخدم وكتخدم عاد كتبقى لك عام مهمه اخرى وجلس تكوي، كيكون فيها الخدمه مضوبله كتكون متعبه شي شويه. بالحق واخا ما عندك ما تعدل، اللي جاك ضروري غتعدلو. صافي المهم انا غنخليكم هنايا تكملوا على لا فيديو وفرجه ممتعه. سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له، تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك منهوكا لتحمله. الذنب يثقل والعشق يحرق، فأين أمضي وحول الوزر والوله؟ يا ربي خذوا إليه.